اليهود على حسدهم وعنادهم ومحاربتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عن القرآن لم يتجرؤوا ويقولوا قد اكتشفنا في القرآن ثغرة وأن هناك في القرآن ما هو غير موجود في كتبنا. لم يثبت ذلك، لأنه لو عثروا على ذلك لطاروا بذلك فرحا، وكانت فرصة عظيمة لتكذيب الرسول. أنت قلت نحن نكذبك، أنت جئت في كتابك بكذا وهذا ليس موجودا. لم يحدث، ولعلهم فتشوا وحاولوا ولم يجدوا أي شيء، ولم يثبت التاريخ على أنهم أخذوا كذبا ولا افتراء ولا شيئا يخالف ما في كتب في القرآن الكريم، وحاشا لكتاب الله من ذلك. ولو علموا ذلك لأشاعوه ولا باذوا بفتحه ولا تباهوا بأنهم عثروا ما يكذب الرسول وما يعارض القرآن هذا لم يحدث أبدا، وهذه معجزة لكتاب الله تعالى. ولا شك أنهم أهل نظر وأهل العلم، لا شك أنهم بحثوا وفتشوا في القرآن الكريم لم يجدوا شيئا يناقض ما في كتبهم.